لهذه التغريدة، أنا لما طلعت من أبوظبي شكرت كل الأشخاص اللي أنا زاملتهم، من أكبر موظف إلى أصغر موظف، من مدراء سابقين، من لا أنسى أيضا رحمة الله عليه سعد محمد خلف المزروعي اللي كان في يوم من الأيام رئيس شركة أبوظبي الإعلام، قدم لي دعم كبير حقيقة، وكان سبب أيضا في تسهيل تفرغي من عملي لمدة عامين أو ثلاثة أعوام، قدم لي دعم كبير رحمة الله عليه. يعني أنا شكرت كل الأسماء اللي زاملتها، وكنت أقول بعد 10 سنوات أني أستحق شكر متبادل. أنا تفاجأت بهذه التغريدة. أكيد القناة صنعت نجوم وقادرة على صنع آخرين، يعني ما في داعي لهالكلام. موظف ترك القناة وشكر كل الموجودين فيها يستحق أنه فارس أنت بعد مشكور، والله يوفق في مشوارك. لا أنا أول شخص استقال، ولا أنا أول شخص راح إلى قناة ثانية. نصف موظفين قناة أبوظبي الرياضية قادمين من دبي الرياضية، كلنا قنوات واحدة وكلها قناة تخدم الإعلام الإماراتي بشكل عام. ما كان في داعي أبداً. كيف هي العلاقة اليوم مع الأستاذ؟ بصراحة، بكل صراحة، العلاقة مقطوعة، ما في أي تواصل. أنا اكتشفت بعد ما استقلت أن العلاقة كانت فقط علاقة عمل. انصدمت بصراحة. أنا كنت أعتقد أن فيها في صداقة، كنت أعتقد أن في أيام المفروض أنها يعني ما تنسى، في ذكرياتك كثير مشتركة. انصدمت بصراحة من المسؤولين في قناة أبوظبي الرياضية أن العلاقة بالنسبة لهم كانت علاقة عمل، مجرد انتهى العمل انتهى التواصل. واصلتهم بعد خروجي، اتصلت فيهم، كان في مناسبات عيد أو شيء، من باب يعني ما يمليه علي على الأقل واجبي تجاه هذه السنوات، تجاه هذه العشرة، تجاه هذا العمل. أنا ما أحب يعني قطيعة الناس، لكن ما تم الرد. فبالنسبة لي شفت أن هذا الموقف أنا سحبت نهائيا، يعني والعلاقة مقطوعة. وأنا أقول لك ما في شيء في النفس، الله يوفقهم في 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 عملهم، الله يوفقنا إن شاء الله في عملنا، ما في شيء في النفس. ما كان في داعي بصراحة أن يكون في زعل. هذا مستقبل. طيب. وكل إنسان له الحق في أنه يحدد قراراته ويحدد مستقبله دون الإساءة للآخرين ودون الإساءة للغير. طيب.